يحكى لنا من أخبار سلف الأمة أن المرأة من جيل الصحابة الصحابيات الفضليات ومن جاء من بعدهم من جيل التابعين وجيل تابعي التابعين كانت لهم أحوال في بيوتهن. فالمرأة في عهد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت تستقبل زوجها إذا خرج للعمل صباحا وتقول له: زوجي اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإنا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. المرأة الصالحة اللي اتعلمت وتربت على مادة القرآن اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، مش رايح يعمل لنا قرض وقت لنا سيارة قرض بالربا، المهم نركب سيارة، المهم تتكدع في السيارة، مش مشكلة عندها حرام، مش مشكلة عندها، اتصرف، عايزين دار كبيرة اتصرف، هات بالربا مش مشكلة اتصرف. امال انت راجل ليه؟ هذه امرأة تمرر الكبد. ولذا قال لك نبيك: فاظفر بذات الدين تربت يداك، لو ما خدتش عندها دين هيتمر كبدك وتجيب لك العلة والأوبئة اللي في الدنيا كلها، هتجيب لك الأمراض النفسية والعلة، تمشي تكلم نفسك في الشارع والله شو اللي بيكلمه؟ امشي كده ماشيين يكلموا نفسهم ليه؟ في البيت بتمرر كبده، امشي كلم نفسك، هتفضل تكلم نفسك على طول كده لغاية ما تلاقي انت هتضيع. ما انت اللي اخترت، قلنا لك اختار اللي عندها دي، اختار مين؟ اللي عندها دي. فاظفر بذات الدين تربت يداك، فانت اخترت، تحمل اختيارك بقى، شيل يا معلم، اقول لك ايه؟ شيل يا معلم، انت اللي عايز شيل يا معلم، الله يرضى عليك. واضح؟ نساء ليه؟ ينسى الجميل، النبي قال كده: يكفرنا العشير، لو أحسن أحدكم إليها الظهر ثم أساء إليها مرة قالت لم أرى منك خيرا قط. هي كده، ما شفتش منك خلقة. دي مين دي؟ البعيدة عن المنهج، لأن الله تعالى قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إنما التانية بقى: واللاتي تخافون نشوزهن. في ناس كده متمردات، وإنت اللي بتختار يا حبيبي، إنت اللي جريت، تحمل بقى، تحمل، ماشي كده؟ ما هي الزوجة دي إيه، جنة أو نار؟ جنة أو نار؟ جنة إن كانت صالحة، تقية ورعة. طب وإذا كانت الأخرى؟ هتبقى نار، تدخل بيتك مولع دايما والله، تبقى داخل انت جنب الشغل تلاقي طبق تق في دماغك، جنب ما تعرفش ايه ده، في ايه وليه بتضرب عيالها بالطبق وانت داخل قصدك في دماغك انت، تلاقي البيت مكركب ملحوس ريحته وحشه، هي ريحتها وحشه الله يديها مثلا، يعني ما عندهاش منهج، العيال عريانين مبهدلين ملحوسين، الواد قاعد، البيت كله مكركب، ما انت اللي اخترت يا اخي الله يهديك، هعمل لك انا ايه؟ ويجي يشكي لي حاجه، هعمل لك ايه؟ انا هعمل لك ايه؟ عمال تشكي ليه؟ ما انت اللي اخترت، الشيخ هيعمل لك ايه؟ قول للشيخ هيعمل لك ايه؟ هنزعل بقى يا شيخ الحقنا، قعدنا نقول له الكتاب والسنه والمنهج واعملوا وسووا خالفته، تحملوا بقى، هو بلاويك ورانا ما تعبنا، ما سيبني في الهم اللي انا فيه ولا ايه؟ عندنا هموم تانيه، عندنا مشاكل تانيه، واضح؟ النبي قال لك: فاظفر بذات الدين تربت يداك. انت خدت مين بقى؟ بس انت حر تحمل يا حبيبي، عايز لي واحده اموره ماشيه عريانه عشان تمشي بيها في الشوارع تفرجها للناس عار، اتحمل يا معلم، اتحمل، دي مش ليك لوحدك، دي لكل الناس عار، انت اللي اخترت،
ماشي بيها عرض في الطرق هيعمل لك ايه؟ مصيبه خطيره جدا. فالزوجه دي يا جماعه جنه او نار على حسب الاختيار. فشوف المراه الصالحه بقى اتق الله فينا ولا تدخل علينا بحرام، فإن نصبر على الجوع في الدنيا ولا نصبر على عذاب الله في الآخرة. الزوج يخرج بالوصية الجميلة اللي سمعها من زوجة صالحة تقية ورعة، اشتغل في آخر اليوم يرجع البيت يجد زوجة، بمعنى كلمة زوجة، مزوجة في البيت مش في الشارع مش للناس، ليك انت في البيت، اسمها زوجة، زوجتي يبقى في البيت زوجة، يجد زوجة تلبس أفضل الثياب، ثياب تضع أطيب العطور، زوجة يا جماعة زوجة، بيت بيت فيه سكن ورحمة وود، تسمع فيه كده الصوت الجميل العذب، الكلمة الطيبة الجميلة، تشم الريح الطيب، البيت منظم ومرتب، الأكل جاهز، السرير كل حاجة جاهزة، البيت نظيف، حاطة لك الورود أهو، مش هشوف ورد أهو قدام الشيخ، ورود، البيت كله ورود، سبحان الله. فيجد زوجة تستقبله بابتسامة تذهب عنه عناء يومه، وبكلمة طيبة تذهب عنه تعب بدني، تعبان طول النهار، تعد له الطعام فيأكل، ثم تسأله سؤالين. الراجل ارتاح، انبسط، كان تمام التمام، ويا سلام كوباية شاي كمان تظبط الأمور، وتبدأ تسأله كام سؤال؟ سؤالين. السؤال الأول: زوجي، هل ذهبت اليوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم. كم آية نزلت على النبي محمد؟ هذا السؤال. تسأل عن إيه يا جماعة؟ عن آيات القرآن اللي تزيد المؤمن إيمانا، أدي المنهج القويم. فإذا كانت آيات نزلت علمها إياها. السؤال الثاني: كم حديث حفظت عن رسول الله؟ النبي النهارده قال لكم إيه؟ احكي لي، قول لي الأحاديث النبي قالها، فيعلمها. ثم تتهيأ وتقول: زوجي، هل لك حاجة الليلة؟ إن كانت له حاجة قضاها، وإن لم تكن له حاجة قالت: أتأذن لي الليلة أن أقف بين يدي الله رب العالمين؟ الله أكبر. زوجة، هي دي اللي وصل النبي على اختيارها يا جماعة، هي دي الزوجة اللي وصلنا على اختيارها، اللي هتعينك على أمر دينك ودنياك، تكون سند لك عند الشدة، تقف بجوارك، تواسيك، تخفف عنك، مش تزيدك تعبا وعناء وهما وغما ونكدا ابدا. زوجه، عايزين زوجه مسلمه دينه، تعرف حق الزوج، تعرف حق البيت، تعرف حق الاولاد، طبعا في المقام الاول حق ربها وحق نبيها.